السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نحييكم اينما كنتم الى هذا الحوار الخاص الذي ياتيكم على شاشه الاخباريه السوريه في دمشق. نناقش فيه اخر التطورات السياسيه والميدانيه المتعلقه بالشان السوري. جميع الاطراف اليوم تعمل على تحسين شروط التفاوض، لكن اي تفاوض؟ هل هناك مفاوضات جديده ستكون؟ طبعا مفاوضات سياسيه ستكون بما يتعلق في سوريا، وان كان هناك مفاوضات من سيفرض الشروط؟ الميدان أم السياسة؟ وماذا عن اللقاءات الماراثونية كما يسميها البعض الروسية الأمريكية في جنيف؟ إلى أي حد فعلا ستفتح باب للوصول إلى تفاهمات حول ما يجري في سوريا؟ عن هذه النقاط نتحدث مشاهدينا الكرام اليوم بهذا الحوار الخاص مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد خير العكام، عضو مجلس الشعب. أهلا ومرحبا بك بداية دكتور. مساء الخير لك ولكل المشاهدين. أهلا ومرحبا بك. إلى أي حد اليوم نحن فعلا أمام جملة من المتغيرات تهدف أو هدفت إلى تحسين شروط التفاوض إن كان هناك في مفاوضات قادمة؟ دكتور محمد، نجحت القوى الإقليمية والدولية في تحسين تموضعها اليوم بطبعا استعداد لأي حراك سياسي قادم؟ هلا هون بدنا نفرق بين طرفين، بين طرف الذي يمثل الدولة. بالنسبة للطرف الذي يمثل الدولة لم يتغير شيء، بمعنى نحن كنا مستعدين لأي حوار بين السوريين. بدأ هذا الحوار من سنتين، توقف في بعض المحلات، انتقلنا إلى موسكو، ذهبنا إلى جنيف في بداية هذا العام لثلاث جولات، وأعلن السيد وليد المعلم أننا مستعدين لأن نستمر في الحوار غدا. بالنسبة للطرف الآخر، نعم يفكر بالطريقة التي عرضتيها، نعم يريد أن يغير، يريد أن يستفيد مما يمكن أن يجري وما يمكن أن يحققه على الأرض. هو يعتقد أو هو شعر بأن أوراق التي كان قد فاوض عليها في السابق قد تناثرت من بين يديه، بمعنى أنه كان يفاوض أو كان يضغط أو كان يشعر أنه يمكن أن يضغط على القيادة في سوريا في الملف الكيميائي في بعض الـ في يعني في زمن يعني في فترة من الفترات في نهاية 2013 سحبت هذه الورقة. الملف الإنساني نحن واجهناه في جنيف 3 أيضا سحبت هذه الورقة. دائما يعول الطرف الآخر بقيادة الأمريكي على الميدان ويعد بأنه سوف يحقق نجاحات على الميدان، فتنقلب هذه النجاحات لصالح الشعب السوري والجيش السوري. لذلك كلما طالت أمد الحرب على سوريا يفقد، يعني بعكس ما يهدف الطرف الآخر، يفقد أوراق كان يستطيع أن يفاوض عليها. فلذلك هو موقفه في السياسي دائما في حالة من التراجع. موقف الشعب السوري، الحكومة السورية، القيادة السورية، نحن في حالة من التصاعد حتى في مسألة الحوار. نعم، هذا ما يفسر هذا التراجع الذي تتحدث عنه دكتور محمد. هذا ما يفسر الحديث دائما وتلميحات دائما عن أنه المسار السياسي مفتوح وبأنه هناك مسار سياسي، رغم أنه التعطيل أيضا يأتي من هذه الأطراف. أتحدث حتى عن الأمريكي دكتور محمد، كل ما سمعنا بأنه هناك بوادر انفراج، بوادر تفاهم روسي أمريكي، مباشرة يعلن الأمريكي أو يكون سلوك وتعاطي الأمريكي بما ينصف أي تفاهمات. وهذا ما عبر عنه الكرملين بالأمس عندما قال بأنه حتى هذه اللحظة هناك تباعد بين الروسي والأمريكي فيما يتعلق بأي تفاهم سوري حول سوريا. إذن السؤال لماذا؟ السؤال لماذا هذا التباعد؟ لأنه حتى الآن الأمريكي ومن يدور في فلك الأمريكي بما فيها ما يسمى بعض المعارضات كمعارضة الرياض لم تستطيع أن تحقق أي من أهدافها حتى الآن من الحرب على سوريا. يعني العناوين اختلفت كثيرا بين عام 2014 وعام 2016 كثيرا. يعني أنا لح أرجع فيك بالزمن ل 2013، كانوا دائما يقولون أن القيادة في سوريا لا تريد أن تتفاوض، هي تصر على الحسم العسكري ونحن ضد الحسم العسكري. لذلك ذهبنا فاجأناهم وقبلنا بالذهاب إلى جنيف في بداية 2014. من الذي استفاد من هذا؟ نحن
اعتبرنا الذهاب إلى بال 2014 إلى جنيف مع كل هذا الصخب العالمي في ذلك الوقت، أنه بعد أن أغلقت كل أقنية الإعلام في وجه سوريا لكي تصل الحقيقة إلى هؤلاء، فعل هذه النافذة هي نافذة أوجدت لسوريا لكي ننقل الحقيقة للكثير من الدول، وبالفعل نجحنا ونقلت الحقيقة إلى الكثير من الدول، وبدأ مسلسل تغيير المواقف السياسية بدءا من جنيف 2 في شباط وأذار 2013. لا، نحن ذهبنا وذهبنا بنية صادقة، ولكن هم لم يستطيعوا أن يحققوا شيئا من ذلك، لذلك توقف مسار 2014. بعد 2014 ماذا حدث؟ صعد الأمريكي في الميدان وخسر في الميدان، إذا بتذكروا في كسب الدخول في كسب وإشعال الجبهات في الجنوب السوري، وفشل في يعني عدة أشهر، ففتحت قناة موسكو. في قناة موسكو هي كانت المقدمة لتقريب الروسي، كان معنا منذ البداية ولكن ليس كما هو الآن. صحيح. تفاصيل الحرب على سوريا كان يعرفها الروسي ولكن عن بعد. عندما ذهبنا إلى موسكو وكثير من المعارضات بموسكو ووصلنا إلى تفاهمات، الروسي بدأ أكثر قربا مما يجري في سوريا. وعلى فكرة كان ذلك، كانت السؤال لماذا الأمريكي في ذلك الوقت سمح للروسي أن يقوم بهذه، لأن الأمريكي أغلقت في وجهه أبواب السياسة وخسر في الميدان، لذلك منحت هذه بصمت أمريكي في ذلك الوقت. هذا كان مقدمة لكي يأتي الروسي في 30 أيلول العام الماضي. 2015. موقفنا اليوم الروسي بات يعلم تفاصيل الحرب على سوريا، وبات يعلم أكثر من السابق الأمريكي كيف يعطل، كيف يعطل في التفاصيل. الآن هذه اللقاءات المكثفة بين الروسي والأمريكي، اتصالات هاتفية بشكل شبه يومي أو أسبوعي، ولقاءات بين وزراء الخارجية، بات مقتنع الأمريكي الروسي أكثر من أي يوم مضى بأن الأمريكي لا يريد أن تنتهي هذه الحرب على سوريا. إذن لماذا هذه الأقنية ما زالت مفتوحة حتى هذه اللحظة دكتور محمد بين الروسي والأمريكي؟ طالما بأنه الأمريكي دائما يراوغ، طالما أنه كل التفاهمات التي أعلن عنها سابقا وصلت إلى أبواب مغلقة ويعني جدار مسدود، لا شيء، لا نتائج على الأرض، لماذا الإصرار الروسي على فتح أقنية دبلوماسية مع الأمريكي؟ لأن الروسي هو الذي يوازن الموقف مع الأمريكي. يعني الروسي بات مقتنعا أن الأمريكي يريد تغيير المواقف السياسية الثابتة والوطنية لسوريا، يعني لم يعد قادرا على بين هلالين ما يسمى تغيير النظام، لم يعد قادرا، وأن تغيير النظام البديل هو الفوضى. الروسي بات مقتنعا في لديه تجربتين أليمتين في هذا الأمر، التجربة الليبية والتجربة العراقية. التجربة الليبية اليوم عم نشوفها نتائج الفوضى إلى أين أوصلت ليبيا. التجربة العراقية دخل الأمريكي إلى العراق وصنع في العراق دستورا طائفيا، حول العراق من دولة قوية إلى دولة طائفية، شرعت الطائفية في الدستور العراقي يلي نعمل الدستور في خلال الوجود الأمريكي في العراق. هذه التجربة نحن نعيها كسوريين، والروسي لا يريد أن يكررها في سوريا. لذلك زائد أن الروسي لاعب سياسي في العالم يوازن الأمريكي، دخوله العسكري لابد له أن يوازنه في دخول سياسي على المنطقة. الدخول السياسي على المنطقة يجب أن يحاصر الولايات المتحدة التي تمارس هذه الألاعيب حتى في السياسة، وهذا فن السياسي. لذلك اليوم الأمريكي يعني حقلك حذكرك بجنيف 2 بالجولة الثانية، عندما كنا في جنيف أعلن في جنيف على وقف الأعمال القتالية.
إذا بتذكري كنا عم نحقق نجاحات كبيرة في حلب. السؤال الذي كان يطرح في الشارع، لماذا الروسي قبل بذلك على الرغم أنه هو إذا بتذكري أعلن إيقاف الغارات الجوية، ولكن مقابل أن يكشف الألاعيب السياسية الأمريكية والنتائج اليوم أصبحت حاضرة على الأرض، من المأزوم؟ يعني في الاجتماع الذي كان كيري لافروف لمدة 12 ساعة، من الذي كان مأزوما؟ ما هي الطلبات التي قدمت للأمريكي؟ وهل كان قادرا الأمريكي على الإجابة على التساؤلات الروسية إجابات واضحة؟ إذن الأمريكي، إذن الروسي يلعب مع الأمريكي اليوم في السياسة ويحقق نجاحات حتى في السياسة. يعني الأمريكي اليوم لأول مرة قدم قائمة بالجماعات الإرهابية التي يمكن أن تقبل بوقف الأعمال القتالية. حتى الآن لم نعلم، لم يرشح إلى الإعلام من هي قائمة العصابات الإرهابية. هي قائمة العصابات الإرهابية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية فيها أنها هي تريد أن تنسق مع الأمريكي. حتى في هذه كان يرفضها الأمريكي في السابق. لماذا؟ إذن هي خطوة متقدمة تعتبرها دكتور محمد، رغم أنه لم تنفذ أو تطبق على الأرض حتى هذه اللحظة. ما أنا بدي أرجع لوقف الأعمال القتالية. وقف الأعمال القتالية وبعدين القرار 22-68 الذي تكلم عن وقف الأعمال القتالية، لماذا صدر هذا القرار في ذلك الوقت؟ صدر لأنه كان في القرار 22-54 كان في فقرة عم تحكي عن داعش والنصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى. تمام؟ في ديباجة القرار. وقت رحنا على بنود القرار تكلمت أحد البنود على ضرورة تصنيف الجماعات الإرهابية. لكي يلي حنتفق عليها أنها جماعات إرهابية يسمح بمحاربتها من قبل هذا التحالف الذي يدخل باسم محاربة الإرهاب. هلا التحالف السوري الإيراني مع حزب الله مع الروسي تحالف حقيقي. الأمريكي يريد أن يستثمر في الإرهاب. فهو الذي عطل تصنيف التنظيمات الإرهابية. طيب هذا التعطيل إلى أي مدى سوف يستمر؟ إذن مجرد يعني الأمريكي كان بالقبل في السابق لا يعترف أن هناك إرهاب في سوريا. نعم صحيح. بعدين اعترف أنه في إرهاب في سوريا، وهلأ وصل إلى أن داعش والنصرة إرهابية، مؤكد أنها إرهابية. وبتتذكري في العام الماضي كان الأمريكي يراوغ أن النصرة صحيح هي ليست إرهابية، ويمكن الآن أقر أن النصرة إرهابية، الآن أقر بشكل واضح أنها إرهابية. وبالقرار 22-54 في إقرار، ولكن في شيء متقدم في 22-54 هو والتنظيمات الإرهابية الأخرى. إذن في إقرار من كل دول العالم، وعليه استندت روسيا وسوريا حتى هذه اللحظة، تستند عليه بأنه يجب تصنيف الجماعات الإرهابية المسلحة وتكون هناك لائحة. لكن حتى هذه اللحظة رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية باجتماع 12 ساعة قدمت ورقة، ولكن حتى هذه اللحظة لازالت تناور بهذا الموضوع. صحيح. من طهران دكتور حكم أمهز، خبير بشؤون الشرق الأوسط، معنا عبر خدمة السكايب. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية تحية لكم وتحية لضيفك الكريم ومشاهدي الإخبارية الأعزاء. لا أدري يا هلا فيك دكتور، ولا أدري إذا كنت تتابع هذا الجزء من الحوار. سؤالي لحضرتك، إلى أي حد اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تتعاطى بما يتعلق بالشأن السوري من باب المأزوم سياسيا مع روسيا دكتور أمهز، دكتور حكم كما قال ضيفي بالاستوديو؟ يعني لا أعتقد أنها تتعاطى بشكل مأزوم، هي تتعاطى بشكل مأزوم مع نفسها. الآن حاليا هناك انتخابات في على أبواب انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مأزومة في الداخل. يعني الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري يتناحران ويتنافسان على الرئاسة، وبالتالي هناك رأي عام. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش في هذه المرحلة البرزخية من هذه الفترة، وبالتالي هي يعني الإدارة الأمريكية الديمقراطية تخشى من القيام بأي عملية يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية. هذه النتائج قد تؤثر سلبا على الانتخابات، وبالتالي تخرج
الديمقراطيين من البيت الأبيض، وبالتالي هي الآن تتعاطى بهذه النقطة. أما من حيث السياسة فالتكتيك السياسي هو ذاته لم يتغير، يعني الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تقم بأي دور يمكن أن يقال أنها فعلا تحاول أن تكافح الإرهاب في المنطقة، بدليل أن حلفائها في المنطقة بدءا من تركيا وبدءا من السعودية وغيرهما يعني لا يزالون حتى الآن يدعمون. لكن ضيفي نعم دكتور حكم، لكن ضيفي بالاستوديو إذا كنت تسمعني يرى بأنه هناك مواقف متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية بموضوع مكافحة الإرهاب، لكنها مضطرة لاتخاذها. نعم طبعا من باب الاضطرار وليس من باب سياسة تريد اعتمادها. في البداية لم تكن تعترف بالإرهاب، اعترفت بوجود الإرهاب. جبهة النصرة أيضا هذا الموضوع الجدلي، وهذه النقطة الجدلية كانت اعترفت اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بأنه جبهة النصرة تنظيم إرهابي تجب محاربته. بالاجتماع الأخير بين لافروف وكيري الذي استمر 12 ساعة كانت النتيجة تقديم الولايات المتحدة الأمريكية قائمة بالجماعات التي تتعاون معها. أليست هذه مواقف متقدمة اليوم للولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن ننظر إليها؟ يعني للأسف الشديد حتى الآن نحن يعني نسمع كما يقال قرقعة ولا نرى طحين، بمعنى أنه بالأمس كانت هناك مواقف وتصريحات للحكومة التركية وجماعة أردوغان، تحدثوا بشكل جيد وإيجابي حول الموضوع السوري، ولكن لم نلحظ أي شيء على الأرض في سوريا حتى الآن يعني يثبت أن هناك تغير في الموقف التركي. أيضا هو ذاته الموقف الأمريكي حاليا، يعني عندما يتحدث كيري عن أن هناك جماعات إرهابية، لكن كيف يعني هل فعلا الولايات المتحدة الأمريكية تحارب الإرهاب؟ أنا أستطيع أن أقول أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية يعني هو نفس الشيء الذي يقوم به مشذب الشجر، يعني هذا الشخص الذي كلما طال غصن من الشجرة قطعه لكي يبقي الشجرة بشكل معين. هذا هو فقط يعني الشواذ الخارج من الإرهاب الذي لا يمكن تحمله هو من يقوم الأمريكي باستهدافه. ولكن عمليا على الأرض نحن الآن مضى على التحالف الأمريكي أكثر من سنتين على ما أعتقد، ولكن هل حقق إنجازات ميدانية على الأرض؟ دلوني أين حقق إنجازات التحالف الأمريكي على الأرض وما يسمى بالتحالف الدولي. يعني في العراق من حقق إنجازات على الأرض هو الجيش العراقي والحشد الشعبي، من يحقق إنجازات على الأرض في سوريا هو الجيش العربي السوري الباسل والمقاومة ومحور المقاومة وروسيا الداعمة في هذا الإطار. أما ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية فهو عملية إدارة اللعبة الإرهابية في المنطقة. نعم. بدليل يعني بدليل صغير إذا سمحت لي هنا، وجدا النقطة هذه مهمة، يعني إذا كانت تريد أن تكافح الإرهاب الولايات المتحدة الأمريكية يمكن باتصالات هاتفية فقط أن تنهي موضوع الإرهاب. يعني بشكل يعني ربما بعض يقول أنني أبسط الأمر، ولكن إذا الولايات المتحدة الأمريكية كانت جادة تطلب من تركيا إقفال الحدود أمام الإرهابيين الداخلين والخارجين من سوريا وإمدادهم بالسلاح وما إلى ذلك ووقف عمليات النهب والسرقة للنفط سواء كان من العراق أو من سوريا، نعم، وتطلب من الدول التي تدعم هذا الإرهاب بدءا من السعودية وغيرها بوقف هذا التمويل، وتطلب من السعودية أن تطلب من شيوخ الفتنة والتحريض المذهبي وغير المذهبي الذين تديرهم وهم يعني يعيشون تحت حمايتها وتحت مظلتها بأن يوقفوا هذه الفتاوى التكفيرية وبأن يخرجوا بفتاوى جديدة تكفر الإرهابيين وتكفر هذه الجماعات التي تقاتل الشعب السوري والشعب العراقي وحتى الشعب اليمني وتريق دماء النساء والأطفال. وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر بسيط، وهذا يمكن أن يكون لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الآمر الناهي في هذا المجال، وبالتالي إذا قالت كلمة وكانت جادة فعلت. ونحن لنا يعني نعرف الكثير من المواقف في هذا الإطار، ولكن كما قلت دكتور حكم، على ما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية اليوم فقط تدير الصراع في المنطقة وفي سوريا على وجه التحديد بهذه المرحلة البرزخية كما وصفتها حضرتك قبل الانتخابات الأمريكية، وبالتالي أهمية اللقاءات التي تجري اليوم بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في جنيف دكتور محمد، إلى أي درجة هي
مهمة ومن الممكن أن تفضي إلى نتائج ملموسة على الأرض، سيما بأنه كثير من المتابعين يرى بأنه أمريكا هدفها فقط إدارة الصراع. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يستمر أن تستمر الحرب في سوريا إلى أكبر مدى، إلى أكبر مدة ممكنة. الروسي يريد أن يقصر عمر الإرهاب في سوريا وفي منطقة الشرق المتوسط، حتى في شمال المتوسط في ليبيا. ولكن إذا بدنا نرجع للقرار 2254، السقف الزمني لهذا القرار انتهى، وبالتالي مفعول القرار 2254 الذي على أساسه ذهبنا إلى جنيف انتهى. بأي معنى؟ إذا نرجع للفقرة الرابعة من القرار 2254، تكلم عن سقوف زمنية، تكلم عن حكومة سموه حكم ذا مصداقية يمكن أن تشكل خلال 6 أشهر، الستة أشهر التي منحت لديمستورا للوصول إلى هذا الهدف انتهت في 31/7/2016. تكلموا هذه بين هلالين اللي سموها المرحلة، يعني بالتفسير سميت مرحلة انتقال سياسي. تكلموا عن 18 شهر يمكن أن نعيد النظر فيها في الدستور السوري، تمام؟ إذن اليوم هن بحاجة إلى اتفاق جديد وسقوف زمنية جديدة. ماذا سقط؟ ماذا سقط من 2254؟ سقط أولا تفسير الحكم ذا مصداقية لأنه فسره معارضة الرياض على أنه عودة إلى البيان جنيف الأول. نحن فسرناه على أنه حكومة وحدة وطنية، حكومة موسعة يمكن أن يشارك فيها المعارضين، وهذا السقف المقبول. هذا قدمناه نحن رؤية واضحة، اليوم بات الجميع مقتنعا في ذلك. يعني لا يمكن أن في أي اتفاق روسي أمريكي أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء. هذا واحد. اثنين، يعني عندما يتكلم الروسي حتى فكرة الحكم الانتقال السياسي، فكرة الانتقال السياسي، نحن أيضا في سوريا سيد الرئيس تكلم بشكل واضح أن الانتقال السياسي الآمن هو 3 انتقالات: الانتقال من حكومة إلى حكومة، من مجلس شعب إلى مجلس جديد، ومن دستور إلى دستور. طيب، إذا نحن بالمفهوم القانوني كنا نعمل بشكل جدي، ووصلت الفكرة إلى الروسي وتفاعلت في العالم أنه لا يمكن أن نقفز قفزة في الهواء بضغط أمريكي وبضغط من أي أحد. هذا الانتقال الآمن الذي يمكن أن يكون مقبولا، وبالتالي أي اتفاق روسي أمريكي في المستقبل سوف يحل محل 2254، سوف يتضمن هذه المحاور. وبالتالي اللقاءات اليوم من الممكن أن تفضي إلى اتفاق آخر أو إلى قرار آخر يتم الارتكاز عليه لأي خطوة سياسية قادمة. دكتور محمد، أفهم من كلامك؟ بعتقد، شوفي، بعتقد التطور في السياسي، يعني إذا بدنا نرجع إلى الوراء، بيان جنيف واحد في 30/6/2012 ذهبنا، صدر على أساسه القرار الذي ذهبنا على أساسه إلى جنيف في 2014. اليوم في عندك ترسانة من قرارات مجلس الأمن التي تتكلم عن الإرهاب وتحمل دول مسؤوليات، هذا لم يكن موجودا في السابق. إذا نحن لدينا كشعب سوري وكحكومة سورية وكقيادة اليوم لدينا نتسلح بالكثير من القرارات الدولية، وبالمقابل الطرف الآخر وبالتالي نحن نحن في السياسة موقفنا يتصاعد وأقوى. يعني عندما تعاملنا مع القرار 2254، إذا بتذكري نحن لم نقبل القرار 22، يعني ولكن تعاملنا معه تعامل واقعي، قلنا سنبني على هذا القرار لأن هذا القرار أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، إذن يمكن أن نأخذ إيجابيات هذا القرار ونبني عليها. إذن اليوم نحن رايحين لمطرح سياسي، لمرحلة سياسية
أفضل مما كنا عليه في القرار 22-54 والقرار 22-68. وبدي أذكر أنه القرار 22-54 سبقه القرار 22-53 التي تكلم بصراحة عن الإرهاب وتحميل هذه الدول. إذن اليوم نحن يجب أن نربط هذين الأمرين. بس سيد الرئيس تكلم بوضوح أن معركتنا مع الإرهاب معركة مستمرة، لا يمكن أن نربط البحث عن مخارج سياسية لما يجري في سوريا بموضوع محاربة الإرهاب. يعني البعض، ولماذا تكلم السيد الرئيس بهذه الطريقة؟ لأن البعض كان يقول أن سوريا تتذرع بأنه الحرب على الإرهاب أولا ومن ثم البحث عن المخارج. نحن قلنا أن هذين المسارين منفصلين، محاربة الإرهاب تستمر طالما هناك حالة إرهاب على الجغرافيا السورية، ولكن لا علاقة لها بالبحث عن المخارج، لأن كشف حقيقة الإرهاب في سوريا ومن يدعم هذا الإرهاب أصلا يقوي موقفنا بالبحث عن المخارج السياسية، وهذا ما يجعل التصاعد السياسي في المواقف السياسية لسوريا أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق. طيب دكتور أمهز، إذا كانت سوريا فعلا وحلفائها اليوم سياسيا أقوى كما يقول ضيفي في الاستوديو، وفي الميدان أيضا واضح تماما بأنه الوضع ليس كما يريد محور أعداء سوريا، اللقاءات التي تجري اليوم الروسية والأمريكية على ماذا تستند الولايات المتحدة الأمريكية، وما هي مرتكزات القوة لديها بهذه اللقاءات؟ نعم، يعني مرتكزات القوة الأمريكية هي واضحة في عمليات التمويل وعمليات الإمداد اللوجستية للجماعات التكفيرية والإرهابية. نحن عندما نتحدث عن جماعات إرهابية تكفيرية في سوريا فنحن نتحدث عن كل من يحمل السلاح ضد الدولة السورية فهو إرهابي، ولكن عند بالمفهوم الأمريكي هناك بعض الجماعات التي تعتبرها معتدلة، يعني مثل الجماعات التي قتلت قبل فترة ذبحة الطفل الفلسطيني، هذه جماعات تعتبرها جماعات معتدلة، يعني كل من قام بعمليات ذبح وعمليات إرهابية في سوريا تعتبرها جماعات معتدلة، باستثناء سمت يعني جماعة داعش وأخيرا اقتنعت بتسمية جماعة النصرة، وربما اقتنعت بتسمية جماعة النصرة بعد أن غيرت الجماعة النصرة اسمها إلى ما يسمى جبهة فتح الشام جفش كما يسمونها اختصارا. فلذلك الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لا تزال تراهن على هذه النقاط، تراهن على الدور الإسرائيلي في دعم الجماعات التكفيرية من الناحية الجنوبية، تراهن على الدور التركي، يعني بالرغم من كل ما جرى وبالرغم من كل ما يعني نقل وتحدث عنه بأن هناك برودة في العلاقات بين الطرفين، أنا دائما كنت أقول ولا أزال أقول أن العلاقات بين تركيا والغرب استراتيجية وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا يمكن لتركيا أن تخرج عن الطوع الأمريكي. أيضا هناك الدور السعودي التمويلي الكبير الذي يغدق عشرات المليارات من الدولارات على الجماعات التكفيرية، وبالتالي أشار ضيفك الكريم إلى نقطة جدا مهمة، وهي أن القرار 53 تحدث عن معاقبة كل من يدعم الإرهاب. طيب إذا كان المجتمع الدولي صادقا، ونحن نعلم أنه ليس صادق بأدلة كثيرة جدا، يعني لن يطول شرحها سواء كان في القضية الفلسطينية أو في القضايا التي تتعلق بفلسطين أو بالقضايا اللبنانية أو السورية أو العراقية أو غيرها، لو كان جادا في يعني في 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 فيما يقول لكان اتخذ يعني العقوبات ضد تركيا، وهناك الأدلة واضحة حتى أن التقارير الأمريكية وحتى التصريحات الأمريكية والغربية تتحدث بشكل واضح عن دور تركي في دعم الجماعات الإرهابية، وتتحدث عن تمويل واضح وفاضح للسعودية. يعني حتى باراك أوباما في لقائه الصحفي الشهير مع الإيكونوميست على ما أعتقد أو على ما أذكر، عندما قال أن الجماعات التكفيرية الإرهابية هي التي تستمد من الوهابية من الفكر الوهابي قوتها، وهو الذي تحدث عن إمداد بالأموال، وتحدث جون بايدن أيضا عن جماعات التي تدعم الإرهاب وسمى بالاسم تركيا والسعودية وغيرها. يعني هناك مسائل واضحة، لماذا لا تتخذ أو لا يتخذ المجتمع الدولي أن ينفذ قراراته في هذا المجال؟ فلذلك هناك معايير، هناك ازدواجية في المعايير، هذا واضح.
وهناك استفادة كبيرة جدا ولا تزال وستبقى من هذه الجماعات، وإلا إذا لم تدعم الولايات المتحدة الأمريكية هذه الجماعات التكفيرية في سوريا، فأين هي حصتها إذا صح التعبير في الصراع القائم؟ يعني أين هو مشروعها؟ مشروعها سيسقط. نعم. إذا نقطة الارتكاز الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية هي هذه الجماعات الإرهابية المسلحة دكتور. اللي سمتها معارضة معتدلة بين هلالين. ما هي هون الفكرة؟ نحن بسوريا مثل ما قال الدكتور، كل من يحمل السلاح ضد الدولة وكل من يريد أن يقلب النظام السياسي في الدولة بالسلاح بالمعنى القانوني اسمه متمرد، ويقوم بأعمال إرهابية يوجد حالة الذعر لدى المواطن وبالتالي هو إرهابي بالمعنى القانوني البحت. إذا كل من يحمل السلاح فهو إرهابي، ولكن في السياسة الروسي، وهون أنا اللي بدي أوقف عند هاي النقطة، لم يقل للولايات المتحدة الأمريكية أنه أنا مالي مقتنع منك، أنه والله هؤلاء الذين يحملون السلاح جزء منهم أخيار وجزء منهم أشرار، يعني أنه متفقين نحن وياك، أنه تعال نحن متفقين أنه داعش من الأشرار من الإرهابيين الأشرار، ولكن تعال لنوصف مين هدول المعارضة المعتدلة، رغم عدم قناعتنا نحن كسوريا. وحتى الروسي أعتقد أنه غير قانع بهذا المفهوم الأمريكي ما بين هلالين، ولكن تفضل طالما أنت مقتنع أن جبهة النصرة معتدلة، طيب وأنا يحق لي بموجب القرار 2254 أن أحارب جبهة النصرة. أنت ما بدك تحارب جبهة النصرة، أنت حر، ولكن أنا متسلح بقرار دولي وفق الفصل السابع أن أضرب جبهة النصرة. تفضل، مو أنت عم تقول أنه هدول أخيار، فصلوا. أنا لذلك قلت لك أنه الولايات المتحدة مأزومة وانتظر عليه كثيرا، وحتى الآن لم يستطع الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل هذه الاجتماعات خلال 6 أشهر أن يقوم بهذه العملية اللي هي الفصل ما يسمى بين هلالين المعارضة المعتدلة عن جبهة النصرة. لذلك هون أنا بدي أتوقف عند هاي النقطة، لذلك اصطنع الروسي منهجا آخر هو وقف الأعمال القتالية. وقف الأعمال القتالية أراد منه الروسي أن يضع معيارا جديدا يحرج فيه الأمريكي. طيب ما القرار وقف الأعمال القتالية أيضا قرار دولي. طيب من يريد من الذين يحملون السلاح الإرهابيين، سميهم ما شئت أنت يا أمريكي، بده ينضم إلى نظام وقف الأعمال القتالية، فسوف لن نقاتله ولن نعتبره إرهابي. طالما في حدا سوف يتعنت ولا ينضم، وهذا أيضا قرار صادر من مجلس الأمن، فسوف إن لم تقم بواجبك يا أمريكي فسوف أعتبره إرهابي، وسوف يكون من حقي ضربه أينما كان على الأرض السورية، ولا يستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول للروسي لماذا فعلت هذا. لذلك أنا قلت في بداية حديثي أن الأمريكي مأزوم، ومأزوم كثيرا في نعم. حتى في السياسة في هذا النص في هذا الأمر، وبالتالي ما زالت نقطة الخلافية ذاتها دكتور محمد بين الروسي بالتأكيد والأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضع العصي بالعجلات وسوف تبقى تحمي هؤلاء طالما قادرة في السياسة على حمايتهم، ولكن أعتقد أن موقفها السياسي في تراجع مستمر. لذلك أنا عم أقول لك من هذا المنبر سوف لن تستطيع أن تحميهم إلى وقتين بعيد. نعم. هذا الوقت سوف يأتي وقريب جدا، سوف لن تستطيع الولايات المتحدة أن تكون ظهيرا سياسيا لهؤلاء حتى في منابر الأمم المتحدة. نعم، لكن جون كيري متفائل على ما يبدو دكتور محمد، يعني يقول بأن المحادثات التي تجري بين روسيا والولايات المتحدة جيدة، ويتأمل بأن تحرز تقدم طبعا على مستوى الخبراء الروسيين والأمريكيين. يبقى هذا فقط كلام في أنا أعتقد أنه هناك فعلا ما يبعث على التفاؤل. أنا أعتقد أنا عم حلل لك الموقف. سيأتي إذا عم يفكروا ببديل للقرار 2254 فالبديل أفضل من 2254 كما أعتقد أنا يعني كقارئ جيد لتفاصيل هذا الملف. أعتقد أنه سوف يكون لمصلحة الشعب السوري والقيادة في سوريا ولمصلحة إنهاء حالة الإرهاب. هذا القرار سيتمخض عن هذه اللقاءات في جنيف. هم يتكلمون عن خارطة طريق جديدة. صحيح. للخروج. هم بين هلالين سموها أزمة، نحن نسميها حربا على سوريا، حرب إرهابية على سوريا. أعتقد أنها شوفي إذا بدنا نقارن، في السابق كان الأمريكي يتكلم عن شرعية
الرئيس، موقع الرئاسي اليوم لا يتكلم. آخر من أسقط هذا هو التركي منذ أيام. حتى التركي الذي كان صفي، بس السعودية تتكلم عن ذلك. هو بالتأكيد بالقانون لا يحق لأحد أن يتكلم عن شرعية الرئيس، لأن من ينتخب الرئيس صاحب المصلحة، صاحب السلطة الحقيقية هم الشعب السوري. ونحن قلنا لهم هذا أمر حصري للشعب السوري، هو الذي يحق له أن يختار قيادته، لا يحق لا للأمريكي ولا لحدا أن يقول عن هذا الرئيس شرعي أو لا. وهذا أصبح فيه إقرارا للجميع، فحتى الأمريكي لم يعد يتكلم في هذا الإطار. وحتى إذا هلأ بتراجع التصريحات السعودية، التصريحات السعودية شفنا كيف من شهرين ومن ثلاثة كانت تصريحات نارية، خاصة عدنا من جنيف لم نسمع هذه، لم نعد نسمع هذه التصريحات النارية من السعودية. لذلك أنا متفائل جدا في السياسة. طيب دكتور أمهز، يعني إذا كان فعلا هناك اتفاق سيخرج بعد هذه اللقاءات الروسية الأمريكية والمشاورات للخبراء الروس والأمريكيين في جنيف، ما شكل وما طبيعة هذه أو هذا الاتفاق وهذا التفاهم، سيما أن يعني هذه اللقاءات لمشاورة اتفاقات أو اتفاق تم التوصل إليه بين كل من لافروف وكيري في لقائهما الأخير؟ اسمحي لي أنا أقول أن أنني متشائم من الوصول إلى اتفاق بين الطرفين. أنا أعتقد أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية حاليا كما أشرت سابقا هو عملية تقطيع الوقت للوصول إلى الانتخابات الرئاسية ليبنى على الشيء مقتضاه فيما بعد، بدليل أن حتى الوزيرين، وزيري الخارجية كيري وسيرجي لافروف، يعني قالوا بشكل واضح أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق كامل، قالوا أن هناك تفاصيل يجب أن تدرس وتبحث وما إلى ذلك. ونحن نعرف بشكل واضح أن الشيطان يكمن في التفاصيل. يعني عندما نتحدث عن عمليات وإجراءات تقنية وغير تقنية ولوجستية وغير لوجستية، هناك تفاصيل جدا معقدة تتعلق بالميدان وغير الميدان. هذا من سيحل هذه النقاط؟ نحن نعرف أن روسيا قد لدغت أكثر من مرة من الأمريكيين. هي بذاتها قالت أكثر من مرة، قالت أنها خدعت في القضية الليبية، وقالت أنها خدعت في قضايا أخرى. حتى كما أشار ضيفك الكريم، وأنا من على منبركم من الكريم أكثر من مرة، قلت عندما تم الاتفاق على الهدنة أو على وقف العمليات القتالية، عندما كان يحقق الجيش السوري وحلفائه الانتصارات في حلب، عندما تم الاتفاق على الهدنة، ماذا حصل؟ بدل أن يعني يتوقف الدعم للجماعات التكفيرية والإرهابية في سوريا، أغدقت عليها المساعدات وأغدقت عليها الأسلحة، حتى أنهم أصبحوا يستخدمون أسلحة الكورنت ضد الأفراد. أسلحة الكورنت تستخدم فقط ضد المدرعات، أصبحت تستخدم ضد الأفراد لكثرة ما أنهال عليهم من أسلحة. حتى كانت هناك إعادة احتلالهم لخان طومان ولغيرها من المناطق في ريف حلب. فلذلك يعني كانت هناك خدعة كانت واضحة من الأمريكيين في ذلك الوقت. الآن ما يحصل الآن، فعلا هناك تراجع في الموقف الأمريكي، ليس يعني منة من الأمريكيين وليس رغبة من الأمريكيين ولا حبا من الأمريكيين، إنما لأن الواقع الميداني ولأن قوة محور المقاومة المدعوم من روسيا يحقق إنجازات جدا كبيرة على الأرض، ولا يمكن للأمريكي وغير الأمريكي أن يتجاهلها، وخاصة فيما يتعلق ببقاء الرئيس بشار الأسد في الرئاسة، وهذا لم يعد أحد يتحدث عنه إلا القزم عادل الجبير. فعندما نصل إلى هذه الحالة نجد أن هناك تراجع فعلا، ولكن هذا التراجع تكتيكي يمكن أن ينقلب في أي لحظة من اللحظات. يعني إذا استطاعت الجماعات التكفيرية أن تحقق إنجازات ميدانية على الأرض، فتستطيع الولايات المتحدة الأمريكية بلحظة أن تقلب الطاولة رأسا على عقب وتعود لتفرض، تحاول أن تفرض شروط على الأرض. ولكن حتى الآن طالما أن الإنجازات الميدانية قائمة وكبيرة، والإنجازات السياسية والتحالف الوثيق والكبير والمتين جدا بين روسيا ومحور المقاومة والممانعة، فأنني أعتقد أنه لا يمكن لأي طرف حتى الآن أن يفعل شيء. ولو كانوا قادرين أن يفعلوا شيء لكانوا فعلوا منذ 5 سنوات، عندما قالوا أن رئيس بشار الأسد لن يصمد إلا أسابيع ولن يصمد إلا ساعات ولن يصمد إلا شهور. الكل ذهب
وذهب مع الريح والكل سيذهب مع الريح وسيبقى الرئيس بشار الأسد. نعم. إن شاء الله. ولكن حتى هذه اللحظة أحاديث دكتور. النقطة الأخيرة اسمحي لي فقط. النقطة الأخيرة يعني أنا أعتقد أن ما يجري من 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 مفاوضات أو حوار أو اجتماعات بين كيري وسيركي لافروف هو فقط لتقطيع الوقت. الروسي الآن حريص أكثر من أي وقت مضى ودقيق أكثر من أي وقت مضى لكي لا يخدع مرة أخرى، لأن الوضع ليس لصالح يعني لأي، لأن أي خداع مكلف جدا لروسيا قبل سوريا ولروسيا قبل إيران ولروسيا قبل حزب الله وحلفاء الجيش السوري. نعم، ولكن هناك أحاديث عن وثيقة اتفاق روسية أمريكية سيتم عرضها على الرأي العام في الأيام القادمة دكتور أمهز. نحن ننتظر، يعني كان هناك حديث عن ما يشبه اتفاق إطار يعني إطار اتفاق، ولكن هم حتى كيري وحتى سيرجي لافروف تحدثوا بشكل واضح أن الاتفاق ليس كاملا. يعني بعد حوالي على ما أعتقد 12 ساعة من الاجتماعات ربما تخللها بعض الاستراحات وصلوا إلى هذه النقاط. يعني عادة نحن نعرف أنه في اللغة الدبلوماسية لا يمكن لأي متفاوضين عندما إذا فشلوا في الاجتماعات لا يمكن لهم أن يعلنوا الفشل، بل يقدمون الفشل بطريقة وبطريقة دبلوماسية كما يقولون، لا يقولون أن فشلنا، يعطونا جزءا من الحقيقة القائمة. نحن سمعنا جزءا من الحقيقة. نعم. أن هناك اتفاق إطار. طيب جيد، إذا كان هناك إطار اتفاق، طبعا هذا الإطار الاتفاق هو الذي تم التوافق عليه في مجلس الأمن، هذا الإطار الاتفاق هو الذي تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بتسمية الجماعات الإرهابية، ولكن هناك نقاط أخرى جدا كبيرة تتعلق بالشأن الميداني وبالشأن السياسي لم. نعم. يتم الحديث عنها، من يحلها، من يحددها؟ فلننتظر بكل الأحوال، فلننتظر. أنا أعتقد أننا سننتظر، ولكن النتيجة ستكون سلبية على المشروع الأمريكي وإن شاء الله إيجابية على الواقع الميداني والسياسي للجيش السوري وسوريا وحلفائها. نعم، ابقى معي لو سمحت. إذن قد تكون هذه اللقاءات الماراثونية اليوم هي لتظهير أو تخريج الفشل كما يقول ضيفي دكتور محمد. وماذا عن الأحاديث عن اتفاق ما يتعلق بحلب على وجه التحديد دكتور؟ طيب. دكتور محمد سيما، يعني له أهميته له خصوصيته هذا طبعا. الاتفاق إذا تم تحديدا حلب. بعد اتفاق. نعم. التهدئة والذي. نعم. كان الخاسر يعني كسبت منه كثيرا حقيقة الجماعات الإرهابية المسلحة. لا صحيح. يعني أنا شرحت قبل شوي وأنا كل اللي قاله ضيفك الدكتور أمهز أنا أوافقه عليه، ولكن نعم هذا يؤكد أن هناك تصلبا في الموقف الروسي. نعم. لذلك هذا اللقاء استمر 12 ساعة وبات الروسي يناقش في التفاصيل لكي لا يلدغ مرة أخرى. يعني عندما الروسي الآن أصبح موجود معك على الأرض، وطبعا الإيراني نحن جزء من محور، واليوم هو اللي عم يقعد مع الأمريكي وعم ينسق مع الإيراني ومع السوري، إذا نحن بتنا أقوى مما كنا عليه في السابق، والروسي بات يعلم التفاصيل ولديه أوراق يتفاوض فيها ولديه تجربة مريرة مثل ما قال الدكتور أمهز أن وقف الأعمال العدائية استفاد منه هؤلاء الإرهابيين. ولكن طيب هل ربحوا المعركة في حلب؟ يعني حتى الآن ما يجري في حلب نعم هي معركة صعبة ومعركة، ولكنها معركة استراتيجية بالنسبة للجميع. صحيح. لأن الأمريكي يعلم ذلك، هو يخاف أن يخسر في حلب، لذلك هو يؤخر، هو نعم يلعب في الوقت عسى ولعل أنه يحقق إنجازات على الأرض، ولكن أعتقد دائما الأمريكي يراهن على الوقت لأنه يعتقد أنه سوف يحرز إنجازات في المستقبل فيمنى بهزائم، والتجربة منذ 2014 حتى الآن تؤكد ذلك. إذا أراد الأمريكي مثل ما قال الدكتور أمهز، إذا أراد يعني أن يقطع الوقت حتى تأتي إدارة أخرى، وبالتالي يمكن في خلال هذا الوقت أن يمرر مزيدا من الإرهابيين والسلاح. طيب ما هو مرر مزيدا من الإرهابيين والسلاح، وهلأ أصلا الإرهابيين عم يطلعوا من الشمال السوري من جبهة إدلب عم يدخلوا على الأراضي التركية ويعودوا باسم آخر. صحيح. عبر الدعم التركي. طيب
وحتى الآن لم يحقق نجاحا، بل الذي يحقق نجاح هذا المحور يلي هو محور المقاومة مع الروسي في حلب، لذلك هو يخاف من خسارة معركة حلب ويراهن على الزمان علّه يحقق نصرا في حلب لكي يستند على هذا النصر في تحسين أوراقه التفاوضية على السياسة. وأعتقد أن الأمريكي يفكر في هذا الإطار، ولكن أنا أطمئن المواطن السوري أن إذا كان الأمريكي يراهن بهذه الطريقة فسوف يخسر الرهان، والدليل أن موقفنا في حلب أفضل بكثير مما كنا عليه في السابق حتى بعد الاختراق اللي تم من أسبوعين. نحن في الأسبوع الأخير موقفنا العسكري أفضل بكثير بالتعاون مع كل القوى من القوات الرديفة، والروسي موجود والإيراني موجود، ومن حقنا ويجب أن نظاهر أن نقول بشكل واضح أنهم موجودين لأننا محور واحد، وسوف ننتصر في حلب وسوف يخسر الأمريكي وكل من يدعمه الأمريكي في حلب. وأعتقد أن صحيح أن أهلنا في حلب اليوم يقدمون شهداء ونعم، ولكن هذا قدر سوريا. نعم طيب دكتور حكم، على ما يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية وحسب التطورات الأخيرة بالجبهة الشمالية على وجه التحديد لا تراهن فقط على المجموعات الإرهابية المسلحة. التطورات الأخيرة تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب بكل الأوراق التي لديها في تلك المنطقة، الجماعات الإرهابية المسلحة التي طبعا لازالت حتى هذه اللحظة تراهن على شيء في حلب، الأسايش الأكراد حركتهم الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا لا يمكن أن نفصل، وكثير من المحللين والمتابعين رغم الانتقادات التي توجهها أمريكا اليوم للأتراك لا نستطيع أن نفصل التحرك التركي عن التنسيق وطبعا المباركة الأمريكية. هذا المشهد أيضا كيف يمكن أن نقرأ، وإلى أي حد تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تناور به وأن يكون نقطة ارتكاز ونقطة قوة أخرى مضافة إليها؟ نعم، دعيني أولا أشد على يد الدكتور فيما أشار إليه، وأريد أن أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ومشروعها حتما سيفشل بإذن الله في المنطقة، ولكن هي ما تقوم به هي تؤخر إنجاز النصر وتعرقل إنجاز النصر، هذا هو فقط ما يجري حاليا، لأنه لو كان هناك من إمكانية لفعل شيء لكانت فعلته منذ فترة زمنية طويلة، هناك 5 سنوات تمر فيها الأزمة. وكما أشرت جنابك للموضوع، أنا أشرت في البداية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تستفيد من كل الأوراق، حاولت أن تستفيد حتى من الورقة الكردية على الرغم من الاعتراض التركي الذي تتحالف معه بشكل استراتيجي، حاولت أن تستفيد من الورقة الكردية لكي تستفز التركي وتستفز أيضا الجانب السوري لكي تقول أنه لازالت لدي أنا أوراق. أنا أشرت أيضا إلى هناك نقاط أوراق مهمة جدا حتى يمكن أن تكون أكثر من التركي، هي الورقة الإسرائيلية حتى الآن لا تزال هذه الورقة موجودة. الأوراق من الأوراق التي بين يدي الولايات المتحدة الأمريكية هي منع معاقبة الدول والجهات التي تدعم الإرهاب وتسهل الإرهاب وتقدم كل ما يمكن للإرهابيين. هذه أيضا ورقة. حتى الآن أيضا الورقة بيد الولايات المتحدة الأمريكية هي دعم الجماعات الإرهابية بشكل مباشر وغير مباشر. نحن نعلم أن هناك بعض الجماعات التي تتدرب على أيدي الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هناك فشل زريع في هذا الإطار، حيث بعد أن دربت العديد منهم ذهبوا والتحقوا وقدموا الأسلحة للجماعات التكفيرية داعشية ونصروية بعد أن عادوا من الولايات المتحدة الأمريكية أو من بعض الدول العربية التي تم تدريبهم فيها على يد الأمريكيين. هناك استفادة أيضا حتى من الأنظمة المحيطة بسوريا، عندما نتحدث عن النظام الأردني هناك استفادة أيضا. نحن نعلم أنه عندما بدأت الأزمة السورية وبدأ العدوان والحرب على سوريا تحركت بشكل كبير جدا الجماعات التي تدعي الإسلامية أو الجماعات الإسلامية في الأردن، وبدأوا إذا صح التعبير كما نقول يحرطقون على النظام. وكان في ذلك الوقت النظام الأردني يقف إلى حد ما موقف إيجابي تجاه الحكومة السورية، ولكن عندما جاء أوباما وأبلغ الملك الأردني وقال له أنه إذا أنت دخلت معنا في الحلف
وقدم يعني والتحقت بنا ونفذت ما نطلبه منك، فإننا نكفيك شر الجماعات التي تقوم بالتظاهرات وتحرضك عليك كما أشرت. فلذلك بعد زيارة أوباما فليراجع الكل هذه النقطة، تغير لم نعد نشهد ولا تظاهرة أي تظاهرة لم نعد نشهدها في الأردن. نعم. إذن هناك أوراق كثيرة جدا تستفيد منها، ولا تزال تلعب على ما يبدو فيها الولايات المتحدة أيضا. نعم، ولا تزال تلعب فيها الولايات المتحدة الأمريكية. وسؤال آخر محمد، إلى أي حد قادرة الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام كل هذه الأوراق على تحقيق خرق وقلب المعادلات لصالحها بهذا الوقت تحديدا، واللي هو كما قلنا الفترة البرزخية، ويجب أن تكون وكان يجب أن تكون فترة الثبات السياسي الأمريكي؟ والله أنا لا أعتقد أنها قادرة على الاستمرار، وأنا يعني شايف أنه في الأشهر القادمة سوف يعني تتهاوى كل الألعاب السياسية التي تستخدمها الولايات المتحدة، وخاصة إذا حققنا نصرا في شمال حلب، وسوف نحقق نصرا في مجال ونسحب يعني اليوم نحقق اليوم في مصالحات لم تكن موجودة، سحب الملف الإنساني واليوم الزيف اللي أصبح واضحا جدا لديمستورا الذي يتكلم باسم السوريين لا يرى إلا أهلنا في حلب، ولذلك حتى لقاء لافروف كيري يوم الجمعة الماضي قال علينا أن نتكلم عن كل المدن السورية وليس عن حلب حتى في الملف الإنساني. حتى هذا الملف سحب منهم وبات واضحا أنه لا يمكن أن يستخدموه سياسيا ضد الحكومة السورية، لأن الذي رفض أن يقدم ضمانات لكي تصل المساعدات هم للمناطق اللي يسيطر عليها الإرهابيين. إذن الملفات تتهاوى من الولايات المتحدة الأمريكية، الملف تلو الآخر، ولم تعد قادرة الولايات المتحدة الأمريكية على المراوغة كثيرا. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد خير العكام عضو مجلس الشعب كنت معنا، شكرا جزيلا. شكرا لك. الشكر موصول لك ضيفي من طهران عبر خدمة سكايب دكتور حكم أمهز الخبير بشؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لوجودك معنا أيضا في هذا الحوار. الشكر الأكبر دائما لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم على طيب المتابعة، بأمان الله.